السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا حل مسائل التقويم للوحدة 12 الطاقة الحرارية منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ أطبق مفتاح النجاح في يدك بعون الله. أقرأ المسألة مرة 2-3-4. حدد المسألة من أي وحدة دراسية. المعطيات ملون طالب الرموز المناسبة. اختار المعادلة المناسبة للحل. سخان كهربائي مستخدم لتسخين كوب من الماء وذلك على النحو الموضح في الشكل 25. ننظر للشكل وبعدين نرجع له. الكوب مصنوع من الزجاج ويحتوي على 250 جرام من الماء. ما الزمن المستغرق لوصول الماء إلى درجة الغليان؟ افترض أن درجة حرارة الكوب هي نفس درجة حرارة الماء في جميع الأوقات، وأنه لم تفقد أي طاقة حرارية في الهواء. نجي للرسم. هذه عبارة عن القدرة، وهذه عبارة عن درجة حرارة الماء الابتدائية. هذه كتلة الماء، هذه كتلة الزجاج. املي الزجاج 0.300 كيلو جرام قسمت على 1000 حتى حول لكيلو جرام. ام ووتر ماء 0.250 كيلو جرام. التغير في درجة حرارة الماء يساوي التغير في درجة حرارة الزجاج هو ذكر في المسألة. القدرة تساوي 3×10^2 واط، المطلوب درجة الحرارة. نبدأ من المعطى الأول اللي هو التغير في درجة حرارة الماء بده يساوي التغير في درجة حرارة الزجاج. لازم يوصل لدرجة الغليان 100 ناقص 15، معناته التغير في درجة حرارة الماء والزجاج هو 85 درجة سيليزية. حسبتها بالبداية من شان أسهل الحساب علي. نحسب الطاقة الحرارية التي يمتصها الزجاج، ونسوي لها كتلة الزجاج في الحرارة النوعية للزجاج في التغير في درجة الحرارة. تطلع بهذا الشكل. بنفس الطريقة بنحسب الطاقة الحرارية للماء. تكون الطاقة الحرارية للماء بهذا الشكل. القدرة وتساوي الطاقة على الزمن. المطلوب الزمن، فالزمن بده يساوي الطاقة على القدرة. الطاقة هي عبارة عن طاقة الطاقة اللي اكتسبها الزجاج زائد الطاقة اللي اكتسبها الماء ضرب 10^3 اللي هو عامل مشترك. لتسهيل الحساب فقط طالعت 10^3 لتسهيل الحساب، يعني أنا جمعت كيو للزجاج زائد كيو للماء عشان أسهل علي الحساب. وتساوي لنشوف كيف بدك تحسبها. تعمل 2.1.4 زائد 8.8.8 وتساوي ضرب 1 × 3 وتساوي تقسيم 3 × 2 وتساوي بيطلع 367.33 ثانية. فأخذناها بهذا الشكل.
انت حر فيك تكتبها مثل ما هي، مثل ما طلعت معنا. وفي امان الله، لا تنسونا من الدعاء.